السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في هذه الحصة سنشتغل على معالجة امتحان المطنيين السابق، وهو ضمن مسلك الآداب الدورة العادية لسنة 2013. بإمكانكم العودة إلى الأنترنت وتحميل النموذج، وكما ذكرت سابقا إن معالجة وتحليل امتحانات وطنية سابقة أمر مفيد جدا، ومن شأنه أن يسهل عليكم التمكن من تحليل النصوص النظرية أو الشعرية أو القصصية. إذن لاحظوا جيدا أن النص شعري ضمن خطاب تكسير البنية، ودائما أذكر بأهمية البعد المنهجي في التحليل، حيث نسير وفق ما يلي. سنكتب مقدمة وفرضية، سنقرأ القصيدة ونفهمها ونقترب منها لنستخرج أهم الأفكار والمعاني المتضمنة في القصيدة، سنتناول الجانب المعجمية، سنتناول الجانب الإيقاعي، وسنتناول كذلك الصورة الشعرية والأسلوب، وفي الأخير سنقف مع خلاصة تركيبية. دائما وجب أن نعطي كل أمر حقه في تحليلنا للنص الشعري. إذن من خلال الملاحظة البصرية فقط تتضح المسألة بوضوح. قراءتنا كذلك للمطالب تؤكد لنا أننا بصدد خطاب تكسير البنية. بعد العلم بأن القصيدة ضمن خطاب تكسير البنية، أبادر إلى كتابة مقدمة أحفظها، مقدمة منظمة ومنسجمة. الأساس في المقدمة، قد نختلف في المقدمة، لكن الأساس أن تتضمن العناصر التالية: أن تؤطر حسناً، أن تؤطر القصيدة ضمن خطاب تكسير البنية، كقولك يعني مثلاً تتأطر القصيدة قيد الدراسة والتحليل ضمن خطاب تكسير البنية. واضح؟ أسير خطوة خطوة. أنا أضطرت، سأعرف ما هي مدرسة خطاب تكسير البنية أو مدرسة تكسير البنية. مدرسة شعرية حديثة ظهرت سنة 1948 مع نازك الملائكة والسياب. إذن مدرسة كسرت بنية الشعر العربي شكلا ومضمونا. إذن أكتب التعريف الذي تريدون، لا إشكال في هذا الإطار. إذن ستكتبون التعريف، أي تعريف تحفظونه أكتبوه في هذا الباب. إلى ما ستشيرون بعد التعريف؟ إلى أهم العوامل. تشيرون إلى أهم العوامل فصلة: وقد ساهمت مجموعة من العوامل في بروز وظهور هذه المدرسة الشعرية، أهمها وتكتبون العوامل التي ساهمت في ظهور هذه المدرسة. تذكرون معي نكبة فلسطين 1948، النكسة والهزيمة 1967، الاستعمار الأوروبي، التأثر بالفكر الاشتراكي الماركسي. تذكرون معي الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الواقع العربي، التأثر بالشعر الحديث الغربي، الحديث عن توماس إليوت وغيرهم من الشعراء. إذن تكتبون أهم هذه العوامل، إذن بالطريقة التي تريدون، بالصيغة التي تريدون. ومن أبرز، تشيرون هنا إلى بعد العوامل إلى الرواد. ومن أبرز رواد هذا الاتجاه الشعري أذكر من شئت: بدر شاكر السياب، نازك الملائكة، محمود درويش، أدونيس، أحمد المجاطي، محمد بن نيس، محمد بن طلحة، وغيرهم من الشعراء سواء من المغربي أو من المشرقي. الأساس أن تكتب
ثلاثة شعراء أو أربعة شعراء فيها بهذا المعنى. لاحظوا جيدا هنا الشاعر يا شباب حتى نميز. نتناول الكاتب في النص النظري والشاعر في القصيدة الشعرية، كثيرا ما تخلطون. أنا الآن أنبه إلى الأمور الأساسية حتى لا تخطئوا فيها. إذن وشاعرنا ما اسمه؟ أعود إلى القصيدة. شاعرنا هو أحمد عبد المعطي حجازي. وشاعرنا أحمد عبد المعطي حجازي واحد من كبار رواد مدرسة تكسير البنية. من علم فكرة عن الشعر كتاريخ الميلاد، كما كان الميلاد وما إلى ذلك فليكتب. من لم يعلم شيئا فلا داعي لقول ما لا تعلم، بمعنى أن جانب الصدق عنصر أساسي في التحليل. جيد، إذن بهذا المعنى إن شئت أن تضع الفرضية هنا بعد الشاعر ضعها، إن شئت أجعل بعد الأسئلة فهو أمر لا إشكال في الأمر. لنضع الفرضية هنا. جيد، وانطلاقا من الشكل الهندسي للقصيدة، لاحظوا الشكل الهندسي ما هو البارز فيه؟ اعتماد الأسطر الشعرية، واضح جدا من خلال الملاحظة البصرية. وانطلاقا من الشكل الهندسي للقصيدة ومن، لاحظوا القصيدة لا تتضمن عنوانا، لا إشكال في الأمر. انطلاقا من البيت من السطر الأول عفواً، آن الأوان كي أغني لك يا مدينتي يا أجمل الأوطان. إذن هنا عما سيعبر الشاعر؟ سيتحدث عن المدينة ببساطة. ومن خلال السطر الأول أفترض أنني بصدد قصيدة شعرية ضمن تكسير البنية وسيتحدث فيها الشاعر عن المدينة. وإذا تحدث الشاعر عن المدينة عما يمكن أن يتحدث؟ سيصفها وسيصف المعاناة التي ستحدث له في المدينة، لأن المعروف أن الشاعر الحديث بعد أن رحل من القرية إلى المدينة، تعلمون المعاناة التي واجه الشاعر في المدينة من خلال وصف المدينة ووصف سكانها وما إلى ذلك. عموما هذه تبقى فرضية، أتحققت أم لا فلا إشكال عندنا، ثم إننا نطرح الأسئلة في نهاية التقديم والفرضية. فما هي مضامين هذه القصيدة علامة استفهام، وما هي خصائصها الفنية والأسلوبية؟ عندما نتحدث عن الإيقاع والصورة والأسلوب هذه تسمى الخصائص الفنية والأسلوبية. هنا لا داعي لطرح السؤال على مستوى المعجم، لأن ليس بالضرورة أن نطرح جميع هذه العناصر. فما هي مضامين هذه القصيدة؟ وما هي خصائصها الفنية والأسلوبية؟ واضح الفكرة؟ وأطرح السؤال الأخير، صياغة خلاصة تركيبية لنتائج التحليل لبيان أثر تكسير بنية القصيدة العربية في تطور الشعر الحديث. وما أثر تكسير بنية القصيدة، تكسير بنية القصيدة في تطوير الشعر العربي أو في تطور الشعر العربي. إذن هذه مقدمة منظمة متناسقة شاملة تمكنني من الحصول على نقطتين بلا شك إن شاء الله عز وجل. إذن نمضي للمرحلة الثانية. طبعا هذه المقدمة هي نموذج فقط، وإلا أنتم أحرار في الأصل في كتابة المقدمة التي تريدون، الأساس أن تشتمل على هذه العناصر، ويستحسن كذلك أن تسير بهذا الترتيب كذلك.
إذا نمضي للخطوة الثانية وهي المضامين. كيف سنحدد المضامين والأفكار والمعاني الواردة في القصيدة؟ أول بلا شك من خلال قراءتي النص. إذا سنقرأ النص مرة ومرتين والمرة الثالثة وهكذا ستتضح الصورة أكيد جدا. إذن يقول الشاعر: آن الأوان كي أغني لك يا مدينتي يا أجمل الأوطان، في منزلك في منزل فيك تعلمت الهوى، وفي مقاهيك أنا أحاول السلوان، وفي لياليك إذا الصيف انتهى واشتعلت رائحة الأغصان أنسل تحت الظل مسروق الخطى معذب الوجدان، أبحث بعدما انتهت معركة النهار عن وجهك خلف ضجة الإعلان، أراك في النهر خيالا صامتا مرتعش البنيان، غانية راح ضحاياها وصارت وحدها تنظر في مرآتها ما كان، تغسل بالماء خطوط وجهها تمسح الظل عن الأجفان، وبسمة ضائعة فيها الأسى والأسف العميق والإذعان، أراك في الليل الأخير طفلة بريئة ضلت عن الأقران، انتصف الليل عليها وهي بعد لم تزل تهيم في حديقة الميدان، كأنها عاشقة جديدة تحتار بين البوح والكتمان، أحلم يا مدينة فيك بحب هادئ يمنحني الراحة والإيمان، أحلم يا مدينة فيك بأن نبكي معا إذا بكت عينان، بأن أسير ذات يوم قادم تحت نهار يسعد الإنسان. واضح جدا تعبير الشاعر عن فكرة أساسية هنا. الشاعر هنا أهو سعيد أم حزين؟ واضح جدا أنه يعاني. الوصف الذي قدمني المدينة في البعد الجيد أم البعد غير الجيد؟ في البعد غير الجيد. إذن أعود مرة ثانية وأقرأ القصيدة وأكتب أهم الأفكار المتضمنة. آن الأوان كي أغني لك يا مدينتي يا أجمل الأوطان. إذن هنا صور مثلا هكذا، صور الشاعر المدينة وكأنه أعطاها صورة. بما بدأ؟ إذن حيث أعلن رغبته، أعلن رغبته في الاحتفاء بمدينته الجميلة، في الاحتفاء بمدينته الجميلة، لأن قال لها بدء آن الأوان كي أغني لك يا مدينتي يا أجمل الأوطان. هذا التعبير جعلته نثرا فقط، هذا هو في هذا الإطار. بمدينته الجميلة التي علمته الهوى، التي علمته الهوى. لاحظوا في منزل فيك تعلمت الهوى، التي علمته الهوى بهذا المعنى، ومحاولة النسيان، ومحاولة النسيان، والتي يبحث في لياليها، والتي يبحث في لياليها عما، تبعوا جيدا، وفي منزل فيك تعلمت الهوى، وفي مقاهيك أنا أحاول السلوان، محاولة النسيان، السلوان بمعنى النسيان، جيد، وفي لياليك إذا الصيف انتهى واشتعلت رائحة الأغصان أنسل تحت الظل مسروقة الخطى. إذن هنا وفي لياليها الملتهبة، في لياليها الملتهبة الملتهبة عن وجهها الضائع، عن وجهها الضائع، جيد، عن وجهها الضائع، فتراءى له طيفا، فتتراءى له، فتتراءى له طيفا، كيف هو طيفا صامتا، طيفا صامتا، سأوضح، وغانية وحيدة، وغانية وحيدة. سأكتب هذه الخلاصة وأوضح انطلاقا من القصيدة الشعرية. وحيدة مذعنة لواقع الحال،
مذعنة لواقعي الحالي، وبسمة محملة بما بالأسى وطعم الانقياد، وطفلة بريئة تائهة وقد حلم الشاعر بأن تمنحه المدينة. ماذا أراد؟ حبا هادئا حسنا، يبعث فيه السكينة والإيمان وأن تشاطره الأحزان. حسنا، إذن هذه منى الشاعر، وأن تتحقق مستقبلا سعادة الإنسان. واضح؟ إذن كيف تم الأمر؟ إذن هنا صور شعر المدينة بشكل عام، حيث أعلن رغبته في الاحتفاء بمدينته الجميلة كما أشر، التي علمته الهوى ومحاولة النسيان في المقاهي، والتي يبحث فيها في لياليها الملتهبة عن وجهها الضائع. قال: وفي لياليك إذا الصيف انتهى أنسل تحت الظل واشتعلت رائحة الأغصان. تعلمون بعد انتهاء الصيف وحلول الخريف وتساقط أوراق الشجر، لا يجد الإنسان أي ظل لكي يستظل. أنسل تحت الظل مسروق الخطى معذب الوجدان، أبحث بعدما انتهت معركة النهار عن وجهك خلف ضجة الإعلان. أي لاحظوا جيدا أن من جاء من قرية بعيدة إلى مدينة الرباط أو الدار البيضاء أو مراكش أو طنجة، فإنه سيحس بالتيه بعد أن تشتعل الأضواء في المدينة وأضواء الإعلانات والمتاجر الكبرى وما إلى ذلك. أكيد جدا أنك ستتيه، لا محالة في الأمر. إذا الشاعر وجد نفسه في النهار، لكن بعد حلول الليل أحس بالدوخة والحيران. أراك في النهر خيالا صامتا، كما كتبنا هنا، فتراء له طيفا صامتا، يعني وكأنه لا يعرف أين سيذهب. وغانية وحيدة راح ضحاياها، الغانية بائعة الهوى، بعد أن تصير وحيدة في الشارع. حلم الشاعر هنا بأن تمنحه المدينة حبا هادئا. تنظر في تلك الغانية تنظر في مرآتها ما كان بعد أن كانت قد وضعت الأصباغ والطلاء لتصير جميلة. لاحظوا كيف ستصير بعد انتهاء أو بعد إزالة تلك الأصباغ وما إلى ذلك. تغسل بالماء خطوط وجهها، تمسح الظل عن الأجفان، بسمة ضائعة فيها الأسى والأسف العميق والإذعان. أراك في الليل الأخير طفلة. لاحظوا جيدا أن في الليل، في النهار تجد الناس مكتظين في الشوارع وفي الأحياء وفي الأسواق، لكن بحلول الليل الكل يغادر، فتصير المدينة كطفلة بريئة. كيف هي؟ ضلت عن الأقران، تاه أصحابها، صارت المدينة لوحدها. انتصف الليل عليها وهي بعد لم تزل تهيم في حديقة الحياة، في حديقة الميدان، تائهة لوحدها، وكأن لا أحد يهتم بها، كأنها عاشقة جديدة تحتار بين البوح والكتمان. تحس بالدوخة هنا. إذن أحلم يا مدينتي فيك بحب هادئ يريد الراحة والطمئنان، يمنحني الراحة والإيمان. أحلم يا مدينتي فيك بأن نبكي معا، بأن أسير ذات يوم قادم تحت نهار يسعد الإنسان. بالتالي فالمدينة هنا إحساس بالمرارة، بالمعاناة، بالألم وما إلى ذلك. إذا لاحظوا جيدا أن مضمون القصيدة أو القصيدة نحولها إلى نثر، أي نحول تلك المعاني المتضمنة في القصيدة إلى نثر. ليس بالضرورة أن نكتب كل سطر وأن نحوله إلى معناه، لا، ليس بالضرورة، بل يمكن أن نصوغ الأفكار العامة التي تناول الشاعر. ركزوا الآن وأسألكم الآن، ما هي الحقول الدلالية المهيمنة على المستوى المعجم؟
وتذكروا ما هي العناصر التي نتناول على المستوى المعجم. ما هي؟ تجيبون. اولا على مستوى المعجم نحدد الحقول الدلالية، جيد. بعد ذلك نستخرج الألفاظ والعبارات الدالة على الحقول الدلالية، ونحدد بعد ذلك العلاقة الجامعة بين الحقول الدلالية، ونبين كذلك العلاقة بين الحقول الدلالية وذات الشاعر. إذا لاحظوا أن الجانب المعجمي مهم جدا في تحليل القصيدة، وفي كثير من الأحيان تخصص له نقط ثلاثة. إذا أذكر، في المعجم نحدد الحقول، نستخرج الألفاظ، ونبين العلاقة القائمة بين الحقول الدلالية فيما بينها، وكذا العلاقة بين الحقول الدلالية وذات الشاعر. ما هي الحقول الدلالية؟ أولا، المعجم الذي وظف الكاتب أهو مناسب أم لا؟ معجم مناسب. إذا سأعود إلى السطر وأكتب اعتمد الكاتب معجما مناسبا. واضح؟ إذا فهو معجم مناسب لموضوع النص، وطبيعي جدا أن يكون مناسبا. ما هي توزع إلى أي؟ إلى الحقول التالية: الذات والطبيعة. عفوا، الذات وحسنا والمدينة. جيد، معجما مناسبا توزع على حقلين دلاليين هما الذات والمدينة. إذا حددت العنصر الأول، الحقول. بعد ذلك سأستخرج أهم الألفاظ فصلة، ومن بين الألفاظ والعبارات الدالة على حقل الذات استخرج أكبر عدد ممكن من الكلمات في هذا الإطار والعبارات. ستجدون أغني، تعلمت الهوى، واضح؟ أحاول السلوان، أنسل مسروق الخطى، معذب الوجدان، أبحث أراك، أحلم نبكي أسير. إذن استخرجوا أكبر، أقول ماشي غير جوج كلمات ولا ثلاثة، لا، استخرجوا أكبر عدد ممكن من الكلمات، 10 12 14. ممتاز، واضح؟ فصلة، ومن بين الألفاظ والعبارات الدالة على المدينة، افتح القوس واكتب كذلك أكبر عدد ممكن من الكلمات: لك مدينتي، أجمل الأوطان، منزل فيك، مقاهيك، لياليك، وجهك، أراك خيالا صامتا، غانية، بسمة ضائعة، طفلة بريئة، وما إلى ذلك. قلت أذكر استخرجوا أكبر عدد ممكن من الكلمات. جيد، إذن هنا هذا المعجم ما علاقته به؟ إذن هنا استخرجنا الألفاظ، ما العلاقة هنا؟ إذن لاحظوا أن العلاقة وتتضح أو يتضح أن العلاقة بين الحقلين هنا نوع من التوتر في الحقيقة، ليس هناك انسجام وترابط، فالشاعر يحس بالتوتر، أعطى وصفا غير جيد للمدينة، أن العلاقة بين الحقلين هي علاقة توتر واضطراب. هنا هذا المعجم ما علاقته بذات الشاعر؟ المدينة ساهمت في توتر الشاعر، إذن هنا توتر. وعلاقة هذه الحقول الدلالية بذات، حسنا، هذه الحقول الدلالية التي تضافرت لتبين شدة حزن
ومعاناتي الشاعري في المدينة وأحلامه. حيث طبيعي جدا لأن المعجم هو الذي يعتمده الشاعر في التعبير عن أفكاره. قال: أحلم فيك يا مدينتي في يوم من الأيام يسود الحب وتسود السعادة في الإنسان. إذن هذا سنقف هنا عند هذا الجزء الأول، وفي الجزء الثاني سنتناول العناصر التالية: الإيقاع والصورة والأسلوب. هنا فقط على مستوى الأسلوب، وإن كان لا يطلب منكم لا بأس من إنجازه، ثم نصوغ خلاصة تركيبية. آمل أن تكون هذه الحصة مفيدة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.